بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بتقول: انا ما بقتش اغير على تامر خلاص علشان انا زهقت. انا محمد ابراهيم ودي قناتي، لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان العالمي تامر حسني نجم الجيل كانت في لقاء تلفزيوني وبتحكي عن حياتها ومستقبلها واطفالها وهكذا. المهم المذيع سألها وقال لها: بتغيري على تامر حسني من معجبينه؟ فردت بسمة بوسيل على المذيع قالت له: لا انا ما بقتش اغير عليه خالص ولا بفكر في الموضوع لاني زهقت، لان اكيد مش كل شوية هفضل اغير من معجبين تامر، لان اكيد هيجي لحظة وهزهق. وده فعلا اللي حصل، اني زهقت من الغيرة كل شوية، ما بقتش اغير ولا اركز لان ده الصح، لان تامر هيفضل ليه معجبين وانا لو فضلت اركز مش هخلص لحد اخر العمر. ولما سألها المذيع عن أطفالها قالت له: أنا مبسوطة جدا إن عندي أطفال وأنا في سن صغير كده، وده ما أثرش عليا في مستقبلي ولا في أي حاجة،